القانون الجديد أيضا، القانون الجديد في قانون انتخاب عندك أمرين، الأمر الأول اضبطهن دائرة، والأمر دائرة انتخابية أي مكان الانتخاب، والأمر الثاني كيفية احتساب الأصوات الانتخابية. لا أنا على أحكي على قانون كوتا النساء. لا عفوا أنا أحكي على قانون كوتا النساء. نعم. الآن أنت الآن قلت الدستور يجب دورتي الانتخابية. نعم. في كل القانون الجديد الآن. نعم. لم يعالج موضوع كوتا النساء. لا هم ما يعرفون، هم سيدي الكريم أقول لحضرتك أمر، سووها دوائر تمام لولا بغداد 46 دائرة صح لولا، لنفرض من بغداد يصيرون شقد فد 40 من النساء، أربع أعلى الأربعين مو فد إشكال، هاي يعني هم دايخين بشي مو فد إشكال، أعلى الأربعين حتى لو جاءوا من دائرة واحدة وهاي ما يصير، أعلى الأربعين اللي في الدوائر نساء يقولوا تفضلوا المجلس النواب لأن أنتم أعلى الأصوات، أعلى الأصوات هذا الأساس، لكن يتمثل هذا وقت يعني هسه هي الآن قبل تدور إلها أصوات، الآن المرأة بقائمة منفردة، اللي سوف يقر قائمة منفردة، المرأة راح تدخل بقائمة منفردة، قائمتين مو قائمة منفردة، قد تدخل ويا حزب هسه الآن حزب. المتفق عليها التسريبات في مجلس النواب. نعم. أنه قائمة منفردة هاي تم الاتفاق عليها. نعم. الخلاف هل هو قائمة متعددة دوائر متعددة أم دائرة واحدة؟ نعم. الكل سينزل بقائمة منفردة. نعم دائرة دائرة متعددة 46 دائرة بالقانون، يعني مثل لنفرض آي منصور بصفنا جنابك تمام لو لا، راح يصير يمكن دائرتين انتخابيتين مو اثنين مثل منصور، كل دائرة قام بنفسه. شوف لو لا حضرتك 46 يعني مدينة الصدر يصير بحدود 21 دائرة انتخابية نص بغداد. شوف لو لا جنابك هذا الأساس، كل دائرة انتخابية، دائرة انتخابية الواحدة شوف جنابك تكون عرضة للتزوير، لأن التزوير بالدائرة الانتخابية الصغيرة كما يقال أسهل من تزوير كل محافظة بغداد. الدائرة الانتخابية الواحدة شو تجيب لنا؟ تجيب لنا الشيخ ورجل الدين باعتبار تعرف بوس لحيته عمك وتوكل على الله، لأن من تصير دائرة صغيرة لا تشوف لي بغداد، شوف خارج بغداد انتخبوا الشيخ تمام لو لا حضرتك. الدائرة الانتخابية الواحدة يأثر بها المال، أنا عندي فلوس أقدر أضرب الدائرة الانتخابية الواحدة ألم الوجوه والأعيان وأطيب فلوسهم. الدائرة الانتخابية واحدة تقتل الأشخاص الوطنيين، حضرتك لو رشحت ببغداد تفوز، لو رشحت بالدائرة الانتخابية من المستحيل من المحال أن تحصل.